بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن طبعا هذه السلسلة ودورة جديدة راح أتكلم عنها، وهي دورة الليبرو أوفيس، اللي هي برامج الأوفيس الافتراضية على اللينكس. طبعا افتراضيا موجود أوبن أوفيس، مو بالليبرو أوفيس، لكن بسبب مشكلة عن شركة الأوراكل، وهي بعض الحاجات اللي سوتها المطورين ما لا داعي، المطورين قاموا أنشأوا مشروع جديد اسمه الليبرو أوفيس تفوق على الأوبن أوفيس بأشياء كثيرة. من ضمن الأشياء يعني تحس إنك مبسوط معه، يعني واجهته افضل في بعض الحاجات زين. عموما ليبر اوفيس، الليبر اوفيس هذا بمميزاته كثير. من مميزاته انه ممكن تفتح برامج المايكروسوفت اوفيس عليه، اللي هي حتى لو كان عندك ملف وورد قديم 2003 او 2007 ممكن تفتحه على الرايتر. محتويات البرنامج كثيره، طبعا البرنامج هو يجي على شكل 1 2 3 4 5 6 برامج تجي باكج كامل. عندك برنامج البيس عبارة عن قواعد بيانات مثل الاكسس، في عندك الكالك مثل الاكسل، في عندك دراو برنامج مو مثل الرسام، برنامج خاص برسم اشكال، امبرس مثل باوربوينت، عندك الماث خاص بالرياضيات، عندك الرايتر مثل الوورد. طيب خلونا ناخذ بعض الاشياء او نظرة سريعة على هذا. خلنا نبدأ باول شيء الرايتر اللي هو اهم شيء، الرايتر اللي هو حق الوورد. طبعا ممكن يجي برنامج باللغة العربية، هذا بإذن الله راح اتكلم عنه عن طريقة تحويل البرنامج للغة العربية. اوبشنز language settings languages، وبعدين راح تحصل user interface. طبعا حاليا انا ما ركبت اللغة العربية الدعم الكامل، تركيب اللغة العربية شرحته انا قبل في فيديو، راح تلقون الرابط موجود تحت. هذا بالنسبة للغة، من هنا تغير. طبعا راح اتكلم بالشرح الجاي ان شاء الله او بالدورة هذه بالعربي فقط البرنامج. اذا قال لي احد انا ببرنامج بشرح بالانجليزي، بقول لك اذا كنت شخص تفهم انجليزي راح تفهم بالعربي اكيد. عموما هذا بالنسبة للوورد. خلونا نشوف بعض الأشياء اللي ممكن نسويها. بسم الله الرحمن الرحيم، جنو لينكس. أوكي، ممكن أول شيء ممكن كبر الخطوط، يعني كأنك على الوورد بالضبط، ممكن تغير الخطوط مثل ما تبي. أوكي، هذا بالنسبة للوورد. طبعا الطباعة والأمور هذه سهلة أمره، نفس الحركة مع باقي الأنظمة. خلونا نشوف الإمبرس. طبعا اخذهم بترتيب الأهمية، هذا اللي هو سبيب الوورد. طبعا خلوا نسوي حركة معينة، جنو لينكس. اوكي، ممكن تسوي لك بعض الاضافات الدخول. اوكي، هذا بالنسبة للإمبرس. طبعا طبعا هذه بس نظرة سريعة، ان شاء الله راح اتكلم بالتفاصيل عن البرامج واحد واحد لحاله. هذا البيس شبيه جدا بالاكسس برضو. راح تسوي لك من هنا قاعدة بيانات جديدة، اللي تعامل مع الاكسس راح يفهم على طول مباشرة. من هنا الجدول، بعدين تسوي لك جدول من هنا، عفوا ديزاين فيو اللي عرض التصميم بالعربي. تضيف الحقول اللي تبي وتضيف الجداول وخلاص. بالنسبة للبرنامج الثاني او الرابع اللي هو الكالك، مثل الاكسل، مثل ما انتم شايفين التعامل معه جدا جدا مثل الاكسل. نسوي عملية حسابية سريعة، 5. طبعا التكبير والتصغير نفس طريقة الويندوز او مثل طريقة مايكروسوفت اوفيس. في عندك الماث طبعا خاص بالرسم الرموز حقت الرياضيات. تمام، في نافذة هنا المفروض انها طلعت، في بعض الرموز هنا. عموما شيء في الرياضيات انا ما افهم، فبشرح البرنامج بروح اشرح الرياضيات انا. بالنهاية عندنا برنامج الرايتر او الدراو خاص بالرسم الاشكال، ممكن ترسم لك شكل يعني اشكال تمثيلية فقط لا غير. مميزات البرنامج كثيرة. أول مميزة أنه سهل جدا الاستخدام، شبيه جدا بالمايكروسوفت أوفيس، مجاني، ما في أي مشاكل كتعليق أو خراب. طبعا مايكروسوفت أوفيس أكثر احترافية، لكن هذا يؤدي العمل المنزلي بنفس الوقت، يخدم كثير. يعني إذا كان عندك عروض تقديمية
تبعت اوراق بحوث اي شيء، البرنامج البرامج هذه كافيه بالنسبه لي. لخمس سنوات ما نزلت المايكروسوفت اوفيس اطلاقا، استخدم الاوبن اوفيس قبل، بعدين صرت استخدم الليبر اوفيس اللي هو هذا حاليا، طبعا شبيه جدا بالاوبن اوفيس او هو نفسه. ان شاء الله من اليوم وطالع ان شاء الله راح اتكلم عن الليبر اوفيس. شكرا لكم. التعليقات اذا حد يعني عنده شيء معين بيشرحه خاص بالب يعني بالبرامج هذه او شيء ثاني او اي شيء بلينكس بس ترسل لي. اذا في احد متحمس مع الموضوع يقول لي علشان اصير انزل الدروس ورا بعض متواصله وصير اشرح البرنامج بسرعه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.